ازيكم عاملين ايه؟ انا اشرف هير دريسر. لو صحيتي من النوم ولقيتي شعرك هايش مش مظبوط، النهارده هنقولك ازاي تقدري تتعاملي مع شعرك في اقل وقت وبافضل نتيجه. بنبتدي نجيب الاول المشط اللي عندنا، لازم يكون خشب عشان خاطر ما يسببش مشاكل للشعر. مهم جدا المشط الخشب ده، ما بيكهربش الشعر. المشاط اللي هي البلاستيك عشان هي مش ناتشرال او طبيعيه، فبالتالي بتعمل زي عمليه كهرباء في الشعر، لكن ده بيسحب كل الطاقه اللي في قلب الشعر اللي ممكن تخليه يبقى هايش. هنبتدي ان احنا نسلك كده ستيب واحده واحده، خالص 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 من تحت لفوق. اوكي كده لغايه ما الشعر اللي ايه نازل معانا ملمسه طبيعي جدا وكويس. طيب انا دلوقتي عاوزه اعمل بيبيليس، عاوزه اديله لمعه. انا متعوده ان انا لازم وانا نازله الصبح الاقي شعري شكله حلو متوضب، اكني بالظبط خارجه من الكوافير. فببتدي ان انا الجا للسشوار بتاعي او البيبيليس. اول ما بنصحى من النوم ان احنا كمان نحط زيت ارجان على الاطراف بتاعه شعرنا، نبتدي ان احنا نطلع من الاطراف لغايه فوق واحده واحده بالشكل ده. هو مش بيزيت الشعر، هو بيديله لمعان وبيطريه من اطرافه لغايه منبت الراس. خلاص سلكنا الشعر وعاوزين دلوقتي مثلا نعمل شويه براشن خفاف خالص. لو انت حابه يعني تعملي السشوار هقول لك دلوقتي ازاي تقدري تعملي السشوار من غير ما شعرك ينضر منك بشكل كبير. هنبتدي دلوقتي نقسم الشعر عشان خاطر نقدر نعمله في وقت قليل زي ما احنا قلنا في اول الفيديو. اوكي نبتدي نقسم لاربع اتجاهات، اتجاه هنا اتجاه هنا وهنا كمان. ايوه كده. اوكي طبعا انت عندك في البيت اكيد في طوق مشبك اللي هي العريضه شويه، بلاش الصغيره عشان خاطر دي بتشد الشعر. فكره ان انت تشدي شعرك اصلا ده ارهاق ليك جدا 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 وبيخلي الشعر يتساقط. اهم حاجه ان شعرنا ما يتعرضش لاي مرحله شد خالص. كده احنا لمينا الجزء ده، نبتدي نشتغل في الجنب ده زي ما احنا قلنا. ايوه كده بشكل منظم عشان خاطر نقدر يعني ما نتوهش كده، يعني نعمله بشكل سريع. هنبتدي نشرح ازاي البنات يتعاملوا مع شعرهم باقل الاضرار. يستحسن ان البوز بتاعنا يكون متوسط، ما يكونش لا صغير ولا كبير قوي. ده هيخليك تقدري تعملي شعرك بشكل هيلثي، يعني بشكل طبيعي خالص من غير ما ينضر بزياده وما يهيش الشعر منك. خلي بالك الاستشوار ممكن يهيش الشعر، يحسسك دايما وانت بتعملي ان هو شعرك لا ده محتاج يتعمل تاني اكتر، فتبتدي ان انت تقعدي تعيدي عليه تاني اكتر فاكتر فاكتر، فده بيضر الشعر جدا. تمام. طبعا احنا دلوقتي ابتدينا ان احنا شعرنا خلاص عملناه كويس قوي بالاستشوار زي ما انتم شايفين. تمام. اوكي هنبتدي دلوقتي تاني مرحله هي البيبيليس اللي انت بتستخدميها برده. اكيد ساعات في ناس ساعات بتستخدم الاستشوار بس على فكره مع شعرها بيبقى شعرها ناعم قوي، وفي ناس ساعات بتحب دايما تعمل اطراف شعرها بالبيبيليس تحس ان هي بتبقى الاطراف مقصفه شويه. خلي بالكم يا جماعه ان البيبيليس على قد ما هي ممكن تفرحك بشكل شعرك حلو، بس على قد ما هي ممكن تسبب له تلف جامد جدا جدا جدا. فلازم واحنا بنشتري البيبيليس بتاعتنا تكون الماركه بتاعتها كويسه جدا جدا جدا. في انواع، في مواد بالانفراريد، يعني في بيبيليسات فيها حاجه اسمها الانفراريد، دي المفروض اللي ما بتوجهش الحراره للشعر مباشر، يعني بتعمل زي عمليه عزل شويه ما بين السيراميك بتاعت البيبيليس وما بين الشعره، يعني بتخلي الموضوع يبقى اهدى شويه على الشعره. مهم جدا يا جماعه ان البيبيليس تكون سيراميك، ما ينفعش نهائي ان احنا نخلي البيبيليس بتاعتنا عموديه برده زي الاستشوار. ده بيقطم الخصله، بيقطم البصيله وما بيخليهاش تبقى ناعمه خالص، بل بالعكس بيخليها هايشه ومقصفه. فلازم دايما واحنا بنشتغل نحاول نخلي ايدينا فيها ميوله شويه، احنا بنسحب الشعرايه لتحت بالشكل ده بحيث ان هي تقدر تدينا اللمعه والطريان اللي احنا عاوزينه، وبكده يكون قدرنا نظبط شعرنا في اقل وقت وباقل مجهود. لو عندكم اي اسئله او اي استفسار اكتبوه لي في كومنت وانا هرد عليكم. استنونا في حلقه ثانيه.